السلام عليكم طلابي الحلوين، يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم راح نبدي نحل تمرينات المراجعة اللي موجودة ببداية الكتاب. عندنا التمرين الأول نعطيني هنا أشكال، لازم احنا نعرف شنو هذا الشكل، شنو اسمه، وعندي هنا حرف مفقود ونعطيني بقية الحروف، لازم أكون كلمة صحيحة نفس هذا الشكل. عندي اختيارات حرف الدال والراء والزاي والألف. نشوف هنا أول كلمة، هذا الشكل شنو عندي؟ هو نعطيني ألف وراء. شنو هذا الشكل؟ هذا دار، دار. إذا عندي الحرف الأول مفقود راح أختار حرف الدال، راح أكتبه هنا حرف الدال. إذا من راح أقرأها د و آ د و أر دار، راح يصير عندي كلمة دار. بقى عندي حرف الراء والزاي والألف، نعطيني هنا حرف الواو وفراغ. شنو عندي هذا الشكل؟ هاي مجموعة مال شنو؟ كلمة وز، راح اختار حرف الزاي وز. بقى عندي حرف الراء وحرف الألف، اف و آ فا، وحرف مفقود اختار حرف الألف، لو حرف الراء راح اختار حرف الراء، راح يصير عندي فأر. والشكل الأخير عندي نار، بس ننتبه هو نعطيني الحرف الأول ونعطيني الحرف الأخير. إذا حرف الألف لازم يكون متصل، لازم نكتبه بالطريقة الصحيحة على مود يكون عندي كلمة نار. نرجع، دار، وز، فأر، نار. أشوف الورا، شوف التدريب الورا. كذلك عندي أشكال وعندي حروف، حرف الدال والواو والطاء والظاء. عندي الحرف الأول مفقود ونعطيني ياء ولام، شنو هذا؟ الحصان. تمام، احنا عندنا هنا شكل حصان، بس هو جديد من عندي يا كلمة، شنو هذا اللي عنده؟ ذيل. تمام، راح نختار حرف الدال، حرف الدال، كلمة ذيل. عندي هنا ب وفتحة ب، ايش راح نختار على الشكل الموجود عندي؟ حرف الطاء، راح تكون متصلة، حرف الطاء متصل ويا حرف الباء، ما يصير نترك مسافة. بط، كلمة بط. عندي هذا الشكل ورد، عندي الحرف الأول مفقود، عندي حرف الراء والدال، إذا شنو اللي عندي مفقود؟ حرف الضاد والواو. نعم أحسنتم، حرف الواو. أقرأها، راح تصير عندي كلمة ورد. والشكل الأخير هو ظرف، راح أختار نفس الحالة حرف الضاد، بس راح يكون متصل، حرف الضاد ويا الراء ظرف، وإف ظرف. نعيد الكلمات حسب الشكل الموجود، ذيل، بط، ورد، ظرف. نشوف التمرين اللي بعده. مثل ما أخذنا بالمراجعة مع الحروف والحركات، هسه راح نشوف نعطيني هنا حرف الألف وفتحة أ، ألف والكسرة إي، ألف وضمة أو، وهنا عندي الهمزة وحاتية. إذا الحروف راح نقراها خفيفة، أ إي أو، راح نخليها بالفراغات وبالمكان المناسب على مود تنطبق ويا الشكل اللي موجود. أول شيء عندي أم و آ ما، شنو اللي دا ينزل من الحنفية؟ ما. إذا يا حرف راح أختار من عندهم؟ الهمزة. أحسنتم، الهمزة راح أقرأها راح تصير عندي كلمة ما. عندي هذا الشكل هو شنو هو؟ أرنب، أرنب. إذا أنا شنو اللي راح أختار؟ حرف الألف عليها فتحة لو كسرة لو ضمة؟ خلينا نجرب، إذا اختارينا حرف الألف عليه فتحة راح نقول أ، أرنب. إذا اختارينا حرف الألف جوه كسرة ايش راح يصير؟ إي، إرنب. وإذا اختارينا حرف الألف عليه الضمة راح يصير أو، أرنب. إذا يا هو اللي صحيحة؟ حرف الألف. أحسنتم، حرف الألف وعلى الفتحة راح يصير عندي كلمة أرنب. بس خلي هذا الكتاب هنا على مود تكون واضحة. زين، هذا شنو الشكل؟ إناء، إناء. شنو اللي بقى عندي؟ بقى عندي حرف الألف
حرف جواه كسرة وحرف الألف والضمة. راح أقول إينا لو أو أنا. نعم أحسنتم، إي. إذن الهمزة والكسرة في جواه إينا. بقت عندي الكلمة الأخيرة اللي هي أذن. أذن خلينا نجي نجرب، إذا اخترنا حرف الألف على فتحة شو راح تصير؟ شوفوا النطق مال الكلمة راح يصير أذن أذن، وإذا حرف الألف جواه كسرة راح يصير إذن. إذا خطأ اللفظ مالتي خطأ، الأصح هي شنو؟ حرف الألف فوق الضمة راح يصير أو، راح تنقري أو. أذن أذن. نقرأ الكلمات بصورة صحيحة حسب الشكل اللي موجود، ما أرنب إناء أذن. خلي نشوف التدريب الوراء. هسه عندي هاي الخيارات راح تختلف، عندي حرف القاف الأولية وحرف القاف الآخرية أو الوسطية. هسه هنا شنو هذه حرف القاف؟ هذه آخرية، لازم أخليها بالمكان المناسب. حرف القاف الأولية، كاف آخرية، كاف أولية وهكذا. خلي نشوف، عندي هذا أول شكل بو أو بو. إذا أنا الخيارين عندي قاف، بس لازم أختار حرف القاف الآخرية لو الأولية. بما أنه الحرف المفقود بالنهاية راح أختار الآخرية. إذا حيصير عندي بوق. إذا نختار حرف القاف الآخرية. زين، عندي هنا كلمة أو شكل قرد، نعطيني حرف الراء والدال. راح أختار حرف القاف الأولية، راح يكون متصل ويا حرف الراء. متصل، راح تصير عندي كلمة قرد. إذا بوق قرد. هسه نجي هنا عندي ديك، نفس الحالة، عندي الكاف الآخرية والكاف الأولية. د و اي دي، راح اختار الأولية لو الآخرية. نعم أحسنتم، الكاف الآخرية. إذا راح تكون متصلة، متصلة ويا حرف الياء، لازم ما نترك مجال بين الحروف. إذا احنا اختارينا حرف الكاف الآخرية. تمام، بقى عندي شنو هذا الشكل؟ كتاب. كتاب هو نعطيني ت و آ تا و ب تاب. إذا الحرف الأول مفقود، راح نختار حرف الكاف الأولية وراح تكون متصلة، متصلة ويا حرف التاء. نرجع نقرأ، بوق قرد ديك كتاب. نكمل التمرين اللي بعده على نفس النمط، عندي شين آخرية شين أولية، سين آخرية سين أولية. نشوف الشكل، أول شكل عندي كلمة مش مش. نعم أحسنتم، إذا الحرف الأخير مفقود راح أختار الشين الآخرية، تصير عندي كلمة مشمش. هذه الصورة نعطيني حرف مفقود ميم وسين مس. إذا شنو الشكل؟ شمس. راح أختار حرف الشين الأولية، راح تكون عندي كلمة شمس، حنكتبها بصورة متصلة، ما يصير نترك مجال بين الحروف، على مود تصير عندي كلمة مكتوبة بصورة صحيحة. إذا مشمش شمس. هسه نشوف حرف السين، عندي فا نو حرف مفقود، إذا الحرف المفقود في نهاية الكلمة، إذا راح اختار سين آخرية راح تكون عندي كلمة فانوس. فانوس. هنا عندي شكل سلة، إذا حرف السين الأولية راح تكون متصلة، كلمة سلة. مشمش شمس فانوس سلة. نشوف التمرين اللي بعده، عندي كذلك نفس الحالة، حرف العين، العين الآخرية والعين الأولية، الغين الآخرية والغين الأولية. راح نشوف موقعها وين راح يكون بالحرف بالكلمة على مود أنه تصير عندي كلمة صحيحة. عندي إز وفتحة ز، وأر زر، وأع زر. إذا يا هي راح أختار أكيد حرف العين
بالآخرية زبر. زين عندي هسه علم، علم نعطيني اللو فتحة لم، لم. إذا راح أختار حرف العين الأول هي على مود تكون عندي كلمة علم، راح أكتبها بصورة متصلة. هسه نشوف الغين، غين الآخرية وغين الأولية. عندي هنا أصبغ، أصبغ. إذا راح أختار الغين الآخرية أصبغ، وهنا هذا الشكل غ، غزال. أحسنتم، لازم نكتبها حرف الغين راح يكون متصل بها حرف الزاي على مود أنه هذه يصير عندي كلمة صحيحة. نرجع نعيد، زرع، علم، أصبغ، غزال.